هلا نيرمين ننتقل لاولى محطاتنا الصباحيه لليوم وفردناها للمساحه الطبيه. تعد اصابه شبكيه العين السبب الرئيسي للعمى لدى مرضى السكري، ويحدث ذلك ب 60% من المرضى، ويعد تاثير مرض السكري على العين جدا خطير. نتعرف اكثر على تاثير مرض السكري على العين. خلونا نرحب بالدكتور احمد سليمان، موصلي اخصائي بامراض وجراحه العين. يسعد صباحك. يا صباح اهلا وسهلا فيك. منورين. يا هلا. يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا فيك. مرض السكري معروف قديش بيضر الجسم وقديش له تاثير على كثير من اجزاء الجسم، ولكن اليوم احنا حنخصص المساحه هي لنحكي فيها عن تاثير هذا المرض على العين. خلينا يعني نستفيد اكثر مع حضرتك تمام. بهذا الموضوع. هلا يعني نحن مثل ما تفضلتي، السكري هو مرض عام بيصيب الجسم كلياته. آلية الإصابة تبعه يعني بتركز دائما على الأوعية الشعرية، يعني هي إصابة للأوعية الشعرية، وهي الأوعية الشعرية هي الأوعية اللي بتغذي كل أعضاء الجسم بما فيهم العين يعني. فمشان هيك السكري بشكل أساسي له آليتين مهمين بالنسبة للإصابة العينية، والإصابة بتنعكس بقى على بقية الجسم كلياته. إصابة الأوعية الشعرية ممكن تصيب الأنسجة الضامة يعني كل اجزاء العين، وممكن تصيب الانسجه العصبيه، لانه حتى الانسجه العصبيه مثل العصب البصري بتروى عاده من الاوعيه الشعريه نفسها، هي اللي بتنصاب مرض السكري. وبالتالي عندنا اصابتين رئيسيتين، الاكبر هي الاصابه الوعائيه اللي بتاخذ كل انسجه الشبكيه والاعضاء الاخرى بالعين، الاجزاء الاخرى من العين، والجزء الثاني هو اللي له ولع بالاعصاب يعني بيصيب العصب البصري بشكل رئيسي. طيب خلينا نفسر اكثر دكتور طبيا ونبسط للناس، لاوصل لان هي المرحله يعني في مراحل اكيد بتمر بالمرض لنوصل لهي النتيجه ليكون لها تاثيرات فعليا مرض السكري على العين، شو هي التاثيرات؟ يعني انا بدي احافظ على شيء معين وقائي لحتى انا ما اوصل لهالحلقه. خلينا نعطي بعض التحذيرات، لانه كل الناس بتقول لك انه مرض السكري هو مرض مثلا فينا نقول صامت، يعني صارت الناس بتتلائم معه، لا في بعض الاثار ممكن مثل ما قلت تؤثر على العين بشكل، ونحن لما نقول العين يعني جزء حساس ومهم في الجسم. ما في شك، ما في شك اكيد. هلا نحن اول شيء العين بحد ذاتها هي مكونه من عده اجزاء، وكل الاجزاء تقريبا بتنصاب بالسكري باوقات مختلفه يعني. هلا مثلا اذا بلشنا من برات العين، الاشفان هي جزء لاحق للعين، يعني عمليا بتنصاب مثل ما بتنصاب العين، القرنيه بتنصاب، القزحيه بتنصاب، الاجزاء الداخليه بتنصاب. اللي بيهمنا اكثر شيء طبعا هو الشبكيه، هي اللي بتاخذ الدور الاكبر بالاصابه تبع العين، والبلوره بعدين لما بصير في عندنا كترك. لكن بشكل مبسط له نحكي يعني مشان يقدر اي شخص يفهم شو الوضع. مثل ما ذكرتي خطوره مرض السكري هو صمته، يعني هو مرض صامت، يعني بيمرق تقريبا مريض السكري 3 4 سنين سكره عالي غير مضبوط، ما بيشكي شيء من عينه، يعني ما عنده اي مشكله نهائيا. وفعلا حتى نحن بنفحصه للمريض بنلاقي انه شبكيته طبيعيه، اقسام العين كلها طبيعيه، يعني عندنا 4 5 سنين من الاذيه بتكون غير مرئيه للطبيب وغير عرضيه للمريض. المريض هون غير عرضيه 100% ولا ممكن يكون في مؤشر 100%. مشان هيك هو مرض خطير، يعني بيخدر المريض. المريض بيقول لك ليكني سكري عالي بس ما فيني شيء، ما عم يصير معي شيء، سكري 200 و300 عم يطلع الصبح بس ما عم يصير لي شيء. فهو بفكر انه كونه ما عم يشكي هلا بهي المرحله انه خلص حيضل طول عمره هيك. يعني المرحله الثانيه بنسميها المرحله الصامته كمان، لكن اللي ببلش يظهر اعراض اعتلالات شبكيه، اصابه بالاعصاب، هي المريض ببلش تصيبه اعراض خفيفه، لكن ما زال معظم المرضى حقول 60% من المرضى بضلوا مخدوعين، يعني هذا السكري بضل عم يضحك عليهم انه ما فيك شيء، ليك عم تقدر تشوف منيح، عم تحرك، هذا التنميل الخفيف باصابعك ما فيه مشكله، ليك ما عم تغبش ابدا. بتلاقي كمان ما زال لانه مرقت عليه فتره 4 سنين 5 سنين ما في شيء، ثم 4 5 سنين ثانيات احنا عم نفحص بنقول له المريض عندك مشكله، لكن هو بيقول لك لا بس انا عم شوف منيح، ما فيني شيء، ماشي حالي، مدبر راسي، مشي حالي. يعني كمان هي مرحله ثانيه خاطر لك، انا عم بحكي عن سنين طويله لو المريض، لانه هذا موضوع كثير مهم، يعني لو المريض بيقتنع باي مرحله من هي الفتره انه لازم تضبط سكرك بتجنب كل المشاكل اللي حنحكي عليها اللي بدها تصيب العين بالمرحله الاخيره واللاحقه اللي ببلش يشكي منها. لما تبلش الاعراض ببلش المريض يشكي من غباش، هو العرض الرئيسي.
ببلش يشكي من احيانا تشوه بالاخير، يعني الخطوط ما عاد بتصير مستقيمه، بصير شوف شغلات مايله. هي بتصير لما بصير في عندي وزمات بالمركز الرؤيه باللطفه الصفراء، ببلش يحس انه الالوان ما عادت تبينت بشكل واضح، ببلش يحس الرؤيه الليليه صارت سيئه. هون لما بصير بيتطور بقى الكاتركت، المي البيضاء يعني بالعام بنسميها او الساد، ببلش يحس انه شفونه ما عاد فتحت مزبوط، تعب بالعين، تعب على القرايه اكثر، مراحل متعدده، يعني شيء جديد غير اللي هو متعود عليه. ولكن الغباش هو السيد الشكاوي اللي بتصير مريض السكري، ولكنه مشترك مع امور اخرى. فمشان هيك مريض السكري يعني عاده هو عنده دائما زيارات دوريه مشان يقدر نحدد قديش نظره عم يتراجع على الرؤيه. فاذا العرض الاساسي اللي ببلش يحس فيه مريض هو عرض غير نوعي للسكري، هو الغباش. تمام. ثم بيتطور بقى لاحقا، ببلش بقى معه الاعراض الاخرى لما بيصير في عنده تفاقم للمرض، بنحكي عنها اذا حبيت. دكتور حكيت وفصلت بموضوع الاعراض اللي ممكن تظهر وتفاقمها وين ممكن نحن نروح، ولكن خليني اسالك عن موضوع اعراض اعتلال الشبكيه عند مريض السكري. تماما. هلا مثل ما حكيت المرحله الاولى مبكره، ما بيشكي المريض من شيء، نحن بنفحص بنلاقي في نزوف، بنلاقي في مشاكل على مستوى الشبكيه، نتحات، وزمات، لحد ما يوصل الوضع لمركز الرؤيه. مشان هيك مثلا اذا كانت الاصابه محيطيه اللي غالبا بتبلش هي بمحيط الشبكيه، لما بتكون الاصابه محيطيه ببلش يعاني من الرؤيه الليليه، بتصير الرؤيه الليليه شوي سيئه، ببلش يتضايق على الاضاءه القويه، على ضوء الشمس، ضوء السيارات بالليل. بضل هذا الموضوع عم يتطور هيك شوي شوي لتوصل الوزمات لمركز الرؤيه. هون بحس انه نظره كثير نزل، لك ما عاد شفت، في غباش، كنت شوف منيح، تلفزيون البعيد ما عاد شفته، شغلات بنسميها اعراض شو محيطيه لسه ما ولا لا خلصنا من المشكله المحيطيه. هي رؤيه ليليه فقط. هي تماما يعني ببلش الموضوع بانزعاج بالرؤيه الليليه، انزعاج لما بصير في عتمه ما عاد بصير في وضوح كثير بالرؤيه. لكن مجرد ما وصلت الاصابه لمركز الرؤيه، يعني الشبكيه في لها قسم كثير مهم هو اسمه اللطخه الصفراء، الناس بتفكره هو مرض، هو مو مرض اللطخه الصفراء، هو اللطخه الصفراء جزء مهم من الشبكيه اللي بيشوف 80% من الرؤيه. مشان هيك محيط الشبكيه اللي بيشوف وبيدعم الرؤيه تبع ال 80% وبيشوف بس 20، لما بينصاب ما بحس المريض بمشكله كبيره، لكن مجرد ما وصلت الاصابه لهي اللطخه الصفراء اللي هي مركز الشبكيه، بلش لك ما عاد شفت، غبشت، الاخيره صارت مو واضحه، عم شوف اثنين احيانا، يعني حسب الوزمه اللي بتنصاب. اذا كانت الاصابه بالاعصاب مثل العصب البصري بقول لك كل الرؤيه عم تغيب عم تخف. اذا كان في عندي اصابه بالاعصاب المحركه للعين ممكن نشوف مثلا حول، بلشت العين تحرف لبرا لجوا لفوق حسب العصب اللي بيحرك العين المنصاب مثلا. اذا كانت الاصابه باللي بيرفع الجفن بيصير العصب اللي بيرفع الجفن ببلش الجفن يرتخي، بقول لك ما عم بقدر فتح عيوني مزبوط. لكن لما عم نحكي عن الشبكيه بنرجع بنقول انه الاصابه الاساسيه ببلش يحس المريض انه صار في عنده غباش عام بالرؤيه، ازعاج، وازعاج من الاضاءه، ازعاج من ضوء الشمس، ازعاج من الاضاءه الليليه بيوت السيارات مثلا. نحن عم نحكي عن مراحل تدريجيه، يعني اصابه العين قديش ممكن ياثر عليها مرض السكري. لما نسمع باحد الاعراض انه الحاله ممكن توصل لانفصال الشبكيه وبنخاف لما تقول انفصال الشبكيه، هون بمرحله ممكن اخسر عيني، ممكن اخسر النظر. خلينا نحكي عن هي المرحله وبدنا نفصل مثلا انه انا بكل بساطه ممكن ما اوصل لهي المراحل اذا من اول عرض انا توجهت للطبيب. تماما. هلا العرض الاشياء اللي بيصير عند السكري بداية المريض هو المي البيضاء. تمام. فمشان هيك يعني قبل ما نوصل لمرحلة الإصابة الشديدة بالشبكية اللي بتأدي الانفصال بيسيبوا موضوع الساد والمي البيضاء. فمن الأعراض الشائعة عند مريض السكري، لأنه أغلب المرضى هن بيكونوا كبار شوي بالعمر، صحيح، فالعمر هو سبب، بيجي السكري بيقضي على الموضوع، يعني بيصير في عنده كتركت وساد. لكن لما بدنا نحكي عن الشبكية والانفصال الشبكية، هاي بنسميها الليت، يعني المرحلة المتأخرة. المريض مرق بكل المراحل، ازعاجات، واجى عند الطبيب وفحص، واغلبهم بيبقوا اخذوا علاجات للشبكيه وعلاجات للموضوع الاصابات البسيطه اللي كانت. عم تتم المعالجه وممكن يوصل لهي المرحله؟ لانه اذا ما ضبط السكر المريض، احنا دائما بنشرح له هسه انه انت يعني الموضوع بيشبه الحنفيه المفتوحه، انت قد ما شطفتي الارض فالحنفيه مفتوحه بتضل بترجع تنبل الارض، بدنا نسكر الحنفيه يعني نضبط السكر وبعدين بننشف.
او منشف ومسكر، المهم انه تتسكر الحنفيه، المهم المريض يضبط سكره، والا هلا انا عالجته كان عم يشوف 4/10، تحسن صار عم يشوف 10/10، لكن سكره لساته مرتفع، برد بصير عنده اعراض جديده، برد بصير عنده اصابه جديده بعد 6 شهور سنه، وبرد بصير أسوأ من اول حتى. فموضوع انفصال الشبكيه هو المرحله المتاخره، المريض لما بيكون مهمل حاله كثير، اجى كثير متاخر عند الطبيب، ببلش يتشكل عنده بالشبكيه شيء اسمه الاغشيه، هي الاغشيه بتكمش اطراف الشبكيه، بعدين بتبلش تنكمش فبتفصلها عن قرنتها، بتشد الشبكيه من اليمين ومن اليسار ومن فوق ومن تحت وبتفصلها عن قرنتها، وبصير عندنا انفصال شبكيه سكري. بالمراحل المبكره على القطع الزجاجي، على عمليات التداخل ممكن ناخذ نتيجه، لكن لما بنتركه الانفصال بعد فتره او مثلا واصل لمرحله كثير شديده، نقص ترويه شديد، اخشي والمريض مو اخذ علاجات وهامل حاله كثير، يعني خلص اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب، بصير العلاجات لنحافظ على الشيء البسيط اللي ممكن يشوفه. مشان هيك بنقول لمرضى السكري يعني درهم وقايه خير من قطع علاج، كل شيء بتحافظ عليه من اول، يعني حتى لما بتكون انت عم تشوف 10/10 نظرك كثير منيح وكان عندك بدايه اعتلال شبكيه السكري، عالج نفسك وهيك بتحافظ على 10/10، بتجي لعندي عم تشوف 5 فانت جاي تتعالج مشان تحافظ على 5، بتجي لعندي عم تشوف 2/10 فانت جاي مشان تحافظ على 2/10 بس، وليس والله مشان ترجع تشوف مثل اول. تمام. دكتور حكينا كثير بموضوع الاعراض، ومثل ما ذكرنا انه العين ممكن تنصاب بعده اجزاء منها واخطرها هي الشبكيه، خلينا نحكي نفوت على موضوع العلاجات، كيف نحن ممكن نتعامل مع كل عرض؟ طيب هلا برجع بذكر القاعده الذهبيه ضبط السكر، يعني بنضبط السكر وبنعالج مشان ما نرجع يعني بعد ما يتحسن تماما يرد ينكس، يعني بينكس، يعني طالما السكر عالي بيرجع بينكس. فنحن الخط الاول بالعلاج عاده نفحص المريض، اغلب المرضى بيحتاجوا شيء بنسميه علاج بالادويه اللي هي بنحقنها داخل العين، هاي الادويه مواد معينه جديده عملت ثورة كثير كبيرة بموضوع علاج مرضى الشبكية واعتلال الشبكية السكري ووزمات اللطخة، بنحقن هاي المادة ضمن العين فبتأدي لتراجع الوزمات وتراجع الأوعية الجديدة المتشكلة، بتعطينا بيئة كثير كويسة بالشبكية لإجراء تخسير بالأرجون ليزر للمناطق اللي مصابة فيها نقص تروية، هي المناطق اللي فيها نقص تروية هي مناطق مريضة وهي حتأذي المناطق السليمة، فنحن بنساوي لها تخسير، بنساوي لها كي بالارجون ليزر، صحيح نحن اوريدي بنفقدها ونحن فقدناها بنكون يعني بس بتحد من الامتداد نوعا، لكن تماما بنكون حاصرنا المنطقة المريضة وخلصنا منها ومنعناها تأذي المنطقة السليمة، وعن طريق ضبط السكر المريض هون ما عاد تتشكل عنده يفترض مناطق مريضة جديدة. هيك بنقدر نسيطر على الوضع. المرحلة اللي بنقدر نساوي فيها حقن وبنقدر نساوي فيها ارجون ليزر هي مرحله متوسطه، يعني احيانا بالمراحل المبكره بكفي ضبط السكر ومراقبه المريض، يعني ما بده اكثر من هيك. يعني هذا كنت اسالك عنه، يعني لما بالمرحله المتوسطه انت فيك هون تتدخل بهذا العلاج، بس بالمرحله المتوسطه انا عم اقول خسرت الجزء المتضرر، يعني انا لما اقول بنصف العرض او بنصف المرحله انا ما فيني ارجع عالجه من اول وجديد، لا انا خسرته، بدي احافظ على الجزء المتبقي من العين، بس اذا كان ببدايه الاعراض يعني لما احكي عن الغبش الليلي ببدايته هون فيني انا ما وصل لمرحله اخسر اجزاء من العين. هلا بصراحه بدنا نفصل يعني بين الاعراض وبين التشخيص المرحلي تبع اعتلال الشبكيه السكريه واصابه العين باعراض السكري. فعمليا لما بيكون المريض بلش يصير عنده اعراض غالبا بيكون الشبكيه قطعت مرحله من الاصابه. تمام، اذا بتتذكري حكينا في مرحله صامته ومرحله وسط تبقى صامته لكن بلش عنده اعتلال شبكيه السكري، لكن لما بيشكي المريض غالبا هو اوريدي وصل لمرحله بدها تداخل وبدها علاج وبدها. هلا احيانا بتكون المراحل يعني صدفه يكشف مبكرا او المريض واعي شوي عم يفحص حاله بشكل روتيني، بنقول له بلش عندك اعتلال شبكيه سكري بس هلا ما بدك اي علاج، ما زلت عم تشوف منيح. كل ما بنحكي نسبه سكري عالي قد ايه؟ يعني 130. هذا الموضوع كثير مهم اللي سالتي. الموضوع كثير شخصي، يعني بيجيني مريض عنده سكر 200 250 وصل له 10 سنين وشبكيته ما فيها شيء، وبيجي مريض سكره 160 وصل له 3-4 سنين وبلش عنده اعتلال الشبكيه السكري. موضوع له علاقه بجسم الانسان، قدرته على التحمل السكر، انسجته هشه قويه، يعني قديش قدرت التحمل. لكن لحكي شغله يعني انا لاحظتها يعني من خلال الخبره، انه في مرضى بيكونوا جسمهم ضعيف يعني فورا بيتاثر بالسكري، لكن تاثره بطيء، يعني على سنين تا يبلش
يوصل للمراحل المتقدمة. أغلب المرضى اللي بيقاوموا السكر كتير بيقاوم السكر كتير بيقعد 10 سنين ما في شيء، لما بيبلش عنده بينهار بسرعة. فهي الاند بوينت تقريبا بنفس الوقت، لكن في ناس بتتحمل وبتنهار عليها بسرعة وفي ناس بتنهار بالتدريج. المراحل المتقدمة بصراحة يعني بنقدم علاجات بنتأمل يتحسن المريض شوي، لكن هي تداخلات جراحية. الكاتراكت مي البيضاء بنضطر نسحب الساد، هو كثافة البلورة اللي بصير بسبب السكر لما بيكون عم يفوت ويطلع البلورة بيترك كثافات، فمنفوت منقيم البلورة بنزرع عدسة بيرجع المريض بصير يشوف كويس إذا كان شبكيته سليمة. ولكن لما بيكون في عندي بالشبكية في أغشية اللي حكينا عنها، تهديد بالانفصال، شيء مسكر رؤية، النزف الزجاجي بصير بشكل كتير كتير عند مرضى السكري، لأنه المناطق المريضة عند مريض السكري بتحرض نمو أوعية شاذة. هي الأوعية الشاذة هي أوعية مريضة بتنزف بأي وقت ممكن تنزف. النزف لما ما بيستجيب على الحقن اللي عم بحكيها كعلاج بنساويه جوات العين، نضطر نساوي عملية القطع الزجاجي اللي هي من قيم كل الهلام وكل الكتلة لجوات العين اللي هي شفافة كان يفترض، بنسميه الخلط الزجاجي، بنقطعه وبنقطع النزف اللي ضمنه والأغشية اللي حواليه والأغشية اللي ضمنه. هلا هون احنا مشان نحسن النظر، هو اوريدي بيكون المريض وصل هون لرؤية كثير ضعيفة، لأنه مثل كأنك حطيتي حاجز كبير جوات العين، هو عبارة عن كتلة نزفية وأغشية، فبنقيمهم وبنحط مطرحهم شيء مشان يقدر يكمشي الشبكية سواء غاز أو زيت، الغاز بيروح لحاله الزيت بنسحبه بعد 6 شهور، وبيرجع المريض يفترض يشوف منيح أحسن من اللي كان عم بشوفه، بس أكيد ما عم بحكي إنه بيرجع بشوف بشكل طبيعي 10 من 10، لأنه اوريدي هو تأخر توصل لهالمرحلة، بنتمنى ما حدا يتأخر طبعا لهالمرحلة يعني. إن شاء الله. دكتور نعتة، هي أهم نصيحة هي ضبط السكر وعدم الإهمال. خليني أسأل حضرتك تمام. وبعد سنوات الخبرة أكيد عم تجيك حالات كتير، في يمكن أخطاء شائعة ممكن تكون بالتشخيص أو حتى عند المريض نفسه بما يتعلق بالأمراض يلي بتصيب العين نتيجة السكري، خلينا نضوي عليها أكثر. أي هلا يعني مثل ما ذكرت أنا بالأول، يعني أغلب المرضى بينخدعوا بموضوع السكر يعني، ف بيعتبر كونه انه ما عم يصير معه شيء، ما عم يشكي من شيء، فهو اوريدي ما مأثر عليه السكر، فبيركز على شغلات ثانيه يعني. احيانا في امراض بتحاكي السكر، وجود ارتفاع ضغط الدم بيأثر كمان على الشبكيه بدرجه صحيح. اخف من السكر، فبيساوي اختلاطات اسرع من السكر. احيانا تشارك مرضانا بلاحظ انه معظمهم بيكون عندهم ضغط بيكون عندهم سكري مترافقين مع بعض يعني، بتلاقي أغلب كبار السن بيأثر، كبار السن طبعا يعني، او الخليه بيئه مهيئه اكثر، لانه اذا بنتذكر الحديث انه السكري بيصيب الاوعيه الشعريه تمام، والضغط كمان بيصيب الاوعيه الكبيره صحيح. والصغيره، وبالتالي انك عندك مرضين عم ياثروا على نفس العضو. والشيء اللي بدي احكي انه هي الشبكيه هي مرايه الجسم. شو يعني الشبكيه مرايه الجسم؟ يعني انت نحن شايفينه هلا كطبيب لما بيفحص المريض بيقدر يشوف له الشبكيه بيقدر يصورها بسبب شفافيه البلوره والقرنيه، ولكن هاي الشبكيه هي مرايه الجسم، لانه هو وضع الانسجه الموجوده ضمن هاي الشبكيه هو بيحاكي وضع الانسجه اللي ما بنقدر نشوفها جوات الجسم، الكبد، القلب، الرئتين، الكليتين، الجلد، الانسجه، هذا كله ما بنقدر نشوفه، لكن بالعين بنقدر نشوفه وبنقدر نحدد انه وجود اصابه بالشبكيه فهو اصابه ببقيه اعضاء الجسم، ونتمنى ما حدا يكون عنده هي الاصابه لا بالشبكيه ولا ببقيه اعضاء الجسم. اكيد يمكن عم نحاول نستفسر ادق التفاصيل، لانه لما تحكي انه ممكن ياثر على العين وبتخسر جزء كبير منها فهذا مؤسف للاسف، لانه هي جزء مهم بالجسم ومن اهم اجزاء الجسم. خلينا نحكي، حكينا بالبدايه يمكن من اول الاعراض فينا نقول الغباشه ليلا، لما يوصل لهي المرحله انا ليش عم حاول افسر اكثر، بدي اعرف قديش نسبه الخساره من العين بتكون، يعني لما نقول فيني حافظ على 3% او 4%، لما يكون نقول غباشه ليليه بلش وتوجه للطبيب، قديش نسبه النظر هون انا بخسرها تقريبا؟ هلا انا اللي بدي احكيه انه يفترض مريض السكري ما يستنى الغباشه تا يفحص. هلا بالعالم كله في زياره دوريه لمريض السكري كل 6 شهور كل سنه بيفحص مشان للاسف بس ما عندنا هي الثقافه، يعني تماما. اخر خيار ما... عند الجميع هو التوجه الى الطبيب صحيح. يعني بس... نحن بنحمل انفسنا الم تمام. مضاعف ووجع مضاعف يعني اكثر يعني هون بيجي دورنا يعني يعني اهميه هاللقاءات هي انه نوعي كل مرضى السكري، هن نسبتهم كثير كبيره عندنا بالبلد، انه المريض السكري لازم
يفحص حاله قبل ما يشكي. يعني المراجعة الدورية ما عم نحكي كل يومين ثلاثة، لو مرة بالسنة إذا ما في أعراض، مجرد ما بلش اعتلال شبكية سكري أو تم تشخيص له أنه في بداية مشكلة لازم كل 6 شهور. هلا وجود الإصابة النسبية كمان هو موضوع شخصي، يعني أنه في ناس بقى ببلش عندهم الغباش لكن هو ريفيرسبل، يعني إصابة بسيطة ممكن نعكسها وممكن ما يكون في عندي أي خسارة تماما، ولكن في عندي ناس بقى من هم إذا بتتذكري حكينا أنه تنصاب الشبكية المحيطية، بالأخير تنصاب الإصابة الشبكية المركزية. كل ما انصابت أسرع الشبكية المركزية اللي تخص صفرة، كل ما انتبهنا أكثر أنه المريض شكى أسرع كل ما قدرنا نعالج. لكن أنا إذا كانت الإصابة محيطية فيني أنا حافظ نوعا ما على العين، يعني بعدني بالمرحلة صحيح البداية. لكن الموضوع شخصي، هو معظم المرضى بتنصاب بكير شوي، لكن في عندي نسبة من المرضى تبقى الإصابة كتير شديدة بالمحيط وصار في عندي نقص تروية كتير ضخم ولكن لسه ما صاب المركز، بفحصه من صوره ما بتصدقي انه هذا المريض مثلا عم يشوف 9 و10 من 10 وعنده هي الشبكية المصابة المدمرة المحيطية يعني، والعكس صحيح. يعني بتلاقي مريض مثلا شبكيته المحيطية سيئة، مو سيئة يعني عفوا، لكن المركز بلش يصير عنده وزمات وبلش يشكي وغباش وما عاد شفت ونزلت الرؤية. هدول القسم الثاني على العلاج بتحسنوا بسرعة، القسم الأول دائما مهدد أنه ينكس ويصير عنده مشكلة رغم أنه مساوي له ليزر، رغم أنه من عالج محيط الشبكية، إلا أنه بسبب النقص التروي الشديد اللي صاير عنده سابقا ببلش يدهور المركز مع الوقت شوي شوي. بنرجع بنقول التوعية دورها كتير مهم عند مرضى صحيح. السكري، ولازم يكون في بروتوكول، يعني شيء يتفق عليك كل المنظمات الصحية الموجودة بالبلد سواء وزارة الصحة وزارة التعليم العالي، عن طريق محاضرات توجيه الإعلانات لكل مرضى السكري أنه يقدروا يتابعوا حالتهم، ما يستنوا، يعني لازم مريض تصل له رسالة لا تستنى لا تشكي، لأنه دائما كل شيء بتخسره خلاص خسرته ما عم نقدر نرجعه. بنحاول دائما عند مريض السكري نحافظ على الموجود، فلما بتجي بآخر مراحل فنحن عم نحاول نحافظ على الرؤية البسيطة اللي يعني عندك تماما متبقية. تمام دكتور، يعني كنت كثير عم تركز خلال حديثك على موضوع الوقاية وعدم إهمال هي الحالات. بنشكرك كثير اليوم لوجودك معنا ولكل المعلومات التفصيلية اللي قدمت لنا اياها. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور. مثل ما قلت الوقاية هي أهم شيء، ولازم يتم فحص دوري لكل مرضى السكري للحفاظ فينا نقول على أجزاء الجسم سليمة صحيح. وضبط السكري بشكل عام. نتشكرك دكتور أحمد سليمان موصلي أخصائي بأمراض وجراحة العيون. شكرا لك. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا كثير لك دكتور.